السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سهيل مزياني من تقنية بلا حدود. احنا زي ما انتم شايفين في مدينة سان فرانسيسكو حضرنا مؤتمر كوالكوم اللي أطلقت فيه معالجها الجديد سناب دراجون 800. سوينا جولة سريعة في المؤتمر أو في المعرض هذا، استعرضنا فيها بعض المميزات اللي موجودة في سناب دراجون 800. خليكم مع الجولة. طبعا زي ما تشوفون هنا في السكشن حق الجرافيكس قاعدين يعرضون بعض الألعاب، زي ما انتم شايفين هنا لعبة باتمان، طبعا هنا هذه موجودة لعبة باتمان والكواليتي حقتها عالية جدا، بحيث انه يعني تفاصيل باينة والمطر اللي على الشاشة وما الى ذلك. طبعا هم شابكينها هنا في التلفزيون هذا اساس يعرضونها، وطبعا هي قاعدة تشتغل مع الجدرينو 330 حق الصور الجديد. ايضا هنا في قسم الجي بي يو قاعدين يعرضون هذا الوحش الصغير اللي زي ما انتم شايفينه هنا قاعد يفر حول الاعلام اساس يعلمكم انه كيف الاعلام هذه تطفي بشكل يعني مقارب جدا للحقيقه. يعني شوفوا قاعد يدور هنا ويوريكم كيف طريقته. طبعا هي قاعد تشتغل على الاوبن جي ال 3 زي ما انتم شايفين هنا، وتنعرض بشكل ممتاز ورائع جدا جدا. لازلنا في قسم الجي بي يو، زي ما انتم شايفين هنا التطبيق هذا يقوم بازاله بعض الاوبجكتس او الاشياء اللي موجوده في الصوره، مستفيد طبعا من الجي بي يو اللي موجود اللي هو الادرينو 330 الجديد. طبعا هنا قاعدين يعرضون قوة الجي بي يو زي ما انتم شايفين، هو معالج الرسوميات. هنا في الزاوية قاعد يعرض قوة الجي بي يو، طبعا مستفيدة منها نفس اللعبة. لو ملاحظين انها 2.3 جيجا هرتز، معناته انه ماخذ الليمت العالي للجي بي يو. ايضا في الزاوية الاخرى قاعد يستخدم كور اخرى او نواة ثانية من نفس المعالج. المعالج زي ما قلنا هو رباعي النواة اللي هو سناب دراجون 800، وهنا لو تلاحظون الكور الثانية والرابعة هنا ما استفادت منها أبدا اللعبة. فبالإمكان أن نفس التطبيق أو البرنامج يستفيد منها في أشياء أخرى، أو حتى في باك جراوند أبس مثلا، التطبيقات اللي تشتغل في الخلفية. انتقلنا طبعا للصوت. هنا قاعدين يعرضون ديمو للصوت، بحيث أنه يعرض او التابلت نفسه او اللوحي قاعد يقدم صوت 7.1 محيطي طبعا بالتعاون مع دولبي ديجيتال. طبعا الصوت جاي من التابلت نفسه، يعني هو اللي مسوي العمليه حق الصوت او مسوي لها بروسيسنج للصوت ومطلعه من التابلت نفسه. طبعا بما ان السماعات نفس التابلت ما تدعم 7.1 فاضطروا انهم يستعينون بسماعات خارجيه. ايضا بامكانك انك تستفيد من المسرح المنزلي، بحيث انك تعرض أشياء أو ميديا من نفس التابلت أو خلونا نقول محتويات من نفس التابلت على السيستم اللي موجود عندك أو السراوندك سيستم الصوت المحيط اللي عندك. طبعا هنا راح نشوف بعض من أيضا المواصفات القوية لمعالج سناب دراجون 800 الجديد. هنا زي ما انتم شايفين هذا في تابلت متصل عن طريق HDMI بالتلفزيون هذا. التلفزيون هذا طبعا يدعم دقة 4K. الهدف هنا انه يورونا كيف انه التابلت هذا قادر على انه يسجل 4K ويعرض 4K بنفس الوقت. ايضا بامكانك تعرض لايف او مباشر عن طريق التابلت هذا على التلفزيون، بحيث انك تعرض دقة 4K مباشرة على التلفزيون، يعني ما يحتاج انك تسجل بعدين تعرضها مرة ثانية، لا، في عرض مباشر ايضا تسجيل. طبعا هنا هو قاعد يعرض لنا انه كيف ممكن نسجل فيديو بدقة 4K ونسوي له نقل عن طريق اللي هو ترانسفير جيت هذه الصغيرة الى جهاز ثاني موجود في الجهة الاخرى، بحيث انه لان المشكلة اللي يعانون منها اللي يسجلون 4K ان الملف يطلع بحجم كبير فيعانون اثناء عملية النقل. النقل راح يصير وايرلسلي عن طريق الترانسفير جيت. طبعا هذا الريكورد اللي احنا سويناه قبل شوي او التسجيل اللي سويناه قبل شوي عن طريق الجوال. الان راح نسوي عملية النقل بشكل سريع للجهاز اللي موجود هنا، هو عبارة عن تابلت زي ما انتم شايفين، وهذه عملية النقل. تلاحظون الحين هذه عملية النقل قاعدة تصير. طبعا راح تاخذ وقت شوي لان حجم الملف كبير، لكن شوفوا سرعة النقل بالثانية كم، حوالي 40 ميجا بايت بالثانية. لاحظوا انها عن طريق الوصلة الصغيرة هذه. الآن تمت عملية النقل وراح ممكن تعرضها بشكل مباشر على التي في أو التلفزيون اللي موجود هنا، طبعا كلها بدقة 4K.
طبعا في هذا القسم يعرضون لنا بعض المميزات اللي يتميز فيها المعالج نفسه اللي هو سناب دراجون 800، بحيث انه يعرض اكثر من شيء في نفس الوقت. هنا زي ما انتم شايفين قاعد يعرض فيديو طبعا عن طريق سلك HDMI الموجود بالخلف اللي قاعد نشوفونه هنا على الشاشة هذه، يعرض 1080p حاليا فول HD. بإمكانك أيضا تعرض يعني أكثر من شيء، تستخدم الجهاز في نفس الوقت، تستخدم أكثر من آب في نفس الوقت، تعرض فيديو، تستخدم تويتر على سبيل المثال في نفس الوقت. هذه شفناها في أكثر من جهاز مثل LG Optimus G Pro وغيرها من الأجهزة الثانية اللي تدعم اللي هو أكثر من آب أو أكثر من استخدام في نفس الوقت. هنا وسعوها زيادة، صارت أنت بإمكانك أنك تشبك حوالي 3 أجهزة على يعني جهاز واحد أو 3 شاشات نفس الوقت. أيضا بإمكانك تشبك ممكن يعني ما تتحمله شبكة الواي فاي عندك على أكثر من شاشة، يعني ممكن أنا أشبك 5 أو 6 شاشات على تابلت واحد. طبعا في هذا القسم قاعدين يعرضون أنه كيفية أن المعالج الجديد أو سناب دراجون 800 قادر يعني على رفع الإضاءة أثناء الخروج تحت الشمس. على سبيل المثال أنت ما أنت قادر تشوف الشاشة فراح تسبب لك مشكلة، أنت مثلا إذا طلعت تحت الشمس راح ترفع الإضاءة زيادة عن اللزوم عساس تقدر تشوف الشاشة. لكن هنا المعالج الحالة راح يسوي يعني يشوف البيئة اللي أنت فيها ويحدد هل تحتاج زيادة للبرايتنس أو الكونتراست للشاشة ولا لا. هذه طبعا تكنولوجيا شفنا مثلها في لوميا 920، طبعا شغال بعد السناب دراجون، لكن هنا صار لها امبروفمنت اكثر، صار او تحسن اكثر من السابق، صار التحديد البيئه اللي حولك اذكى بكثير. هنا كان في مقارنه بين جهازين، يعني واحده مشغله فيه التقنيه والثانيه لا، لكن يعني ما في شمس حاليا فما اقدر نجربها. هذه كانت جولتنا في معرض كوالكوم، استعرضنا فيها معالج كوالكوم سناب دراجون 800 وبعض مميزاته وخصائصه عن طريق شركه كوالكوم. نرجو انها عجبتكم. كان معكم اخوكم سهيل مزيان، نلتقي بلا حدود، مع السلامه.